فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أكل الفواكه التي تتغذى أشجارها من ماء المجاري أعزكم الله؟ لا، ما يؤكل، المتغذي بنجس فلا يؤكل. في خلاف بين العلماء، يقولون يطهر بالاستحالة، ومنهم من يقول النجس لا يطهر بالاستحالة، هذا هو الأقرب والأرجح والله أعلم، فلا يؤكل. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.